الآن المفاجأة اللي الجميع ينتظرها. نعم. منتخب رائع لا حصر له، لا حدود له، جاي يستعرض هنا وعلى مين؟ على الطموح وعلى الشموخ. منتخب ذوي الاحتياجات غزل كرة الهدف. تحية له. تحية. ثلاث لعيبة بيكسرون الدنيا اليوم. سامي. الآن المنتخب يتقدم إلى الأمام ولا ننسى الأستاذ كابتن الرائع محسن الشرقاوي. تحية للكابتن محسن. 100 مساء العيون المعبسة يا كابتن محسن. هلا والله. ايه العظمة دي كلها شرقاوي يا أمها. ايه العظمة دي كلها حبيبي شرقاوي حبيبي شرقاوي حبيبي حبيبي شرقاوي. مرحبا استاذ محسن. هلا والله. نبغى نتعرف عليك اولا، انت مدرب ام ماذا بالضبط؟ انا المدرب منتخب المملكه الاسبق لكره اليد. ثم يا شباب مدرب المنتخب المملكه الاسبق لاتينا الحلوه. ايه لاتينا. مدرب الاسبق لمنتخب المملكه لكره اليد. مدرب منتخب المملكه لكره اليد. لا لاننا مشغولين يا شيخ بارك الله فيك. لاننا مشغولين. اما وانعم علي الله بخدمه هذه الفئه. تحولت لتدريب منتخب المملكه لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية. يعني الآن هم بعض لاعبين منتخب كرة. أيوة أيوة منتخب مملكة. لاعبون منتخب التفاحين. لعلنا مشغولين يا أخوان. لعلنا عندنا أشمال. لعلنا. طيب هم ذول لاعبين من جامعة الملك سعود ومنتخبات المملكة ومنتخبات أندية الرياض. هذول منتخب الموسم لكرة الاسكريم. أيوة. يعني يمشي معاكم ولا؟ والله نشوف نحاول نديهم فكرة. طيب إيش الطريقة عشان إنه ندخل الملعب الان؟ والله هي المرمى 9 متر زي ما شفنا. 9 متر عرض. عرض بيقف فيه 3 لاعبين، جناح يمين وجناح يسار ولاعب وسط بيكون متقدم. وبعدين بيلقي الكوره، هي الكوره طبعا في حجم كره السله هنشوفها دلوقتي، فيها اخرام وفيها اصوات في الداخل. جميل. فبيمرر الكوره على الارض للفريق الاخر، الفريق الاخر بيحاول يصد الكوره. وبالتالي بيرميها على المرمى الناحيه الثانيه. اللي بيسجل اهداف. لا لا على الارض، على الارض. ولازم تنزل قبل الخط المتقطع ده. شفت الخط اللي على الارض المتقطع قبل ما توصل؟ لازم تنزل على الارض، لانها لو نزلت على الارض بعد الخط بتبقى رميه جزاء على الفريق المخطئ. تمام. فيها بعض القوانين بنستعرضها اثناء اللعب. طيب. ان شاء الله. لكن ده الاساس بتاعها النقطه دي. رايك ايه يا استاذ محسن، نخش في الملعب عشان نشوف الجون ولا نستنى هنا والله شويه؟ والله والله زي ما تحبوا. يلا اذا كان في فريق جاهز بس نبغى في حد جاهز يتقطع بس يجي اهلا وسهلا. نبغى نتعرف على الشباب داخل الملعب. داخل الملعب. يلا شباب تفضلوا معنا. تعال عبد العزيز، تعال يا حسين، تعال تعال احمد، تعال حسيني. ايوه ايوه هات حسين، هات حسين ابراهيم. ها شباب فين وقف؟ تعالوا انتم هنا، هنا الثلاثة شباب. يا وليد، وليد سليطي هنا هنا. سعود عطاؤها بلا حدود جامعتك، سعود عطاؤها بلا حدود. انا مشجع جامعة، انا معكم قلب رقالب. انتم تستطيعون. عبد الرحمن تعالوا هناك يا كابتن محسن. كيف البنات معك؟ الجهة هذه. ايوه مضبوط. تعال شباب. العدد المفروض كم يا استاذ محمد؟ ثلاثة لاعبين. ثلاثة لاعبين. هاي. ها. طيب. يلا ابراهيم علق على المباراة. هاي. وعطونا الكور، الكور. عبد الله جيب الكور الاكياس هذيك. وين الكور؟ هذه. هذه الكياس اللي عند الكيس ده. هات كرة واحدة بس. شباب نبغى تشجيع للموسم، تكفون؟ ترى على أرضنا وجمهورنا. خليها معي. شوي. ايوه كل واحد مرمى يا شباب، كل واحد مرمى ترى. ايوه شوف المرمى اللي وراك بس بس. لا 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 اعطونا جهاد فيه غطى عيون، غطى عيون هناك. لا الثاني هات واحد ثاني، واحد ثاني غطى عيون. يعني انت نقيت المشقوقه. نسيت انت، نسينا كراشه. بس هم ثلاثه خلاص. كم جو هذا؟ لا اربعه صح؟ لا ثلاثه، ثلاثه فقط. البسوا. ايوه حلو. بنعمل زي الاستغمايه كده. ايوه. هو المفروض ده ماسك يغمم طبعا، الماسك الرسمي هو اللي مع الشباب.
ايوه ده الماسك الرسمي. ده الماسك الرسمي. لانه عباره زي بلاستيك ولا شيء. بلاستيك سيليكون. مظلل طبعا عشان نضمن، لان هي اللعبه مش للمكفوفين كليا. أيوة. في مكفوف كلي وفي مكفوف جزئي. جميل. فبنضمن ان ما يشوفوش. ممكن يلعبوا اربعه ولا لازم؟ لا ثلاثه، لازم ثلاثه بس. طيب سليطي وفال وياسر ويا وليد احتياط خش بعد شوي. ها الان حتغطوا العيون، بس قبل ما تغطوا نفهموا الفكره بس. شوف بس حاولوا تهدوا على فريق. نجي هنا كابتن. هيا تفضل. ما عليك الحين. هلا والله. الان توزعون كل واحد في مرمى صح؟ في واحد في الجناح هنا وواحد في الجناح هناك. يلا ابراهيم معاهم. صاحبنا هذا المفروض يكون هنا. احمد. احمد بيشرح. تعال احمد احنا نشرح لهم الحين. تعال مع زمايلك. انا اشرح لهم. حنشرح الان بس خليك هناك ابو حميد. روح يا مع زمايلك هناك. الله لا يهينك. يا مرحبا يا هلا والله. غلا ايوه هذه الكرة. ولد ما شاء الله. هذه الكرة حلو فيها الثقوب هذه وفي صوت في الداخل. يعني وهي ماشية بتطلع صوت. حلو. يعرفوا ان الكرة جاية. طبعا هو مغمم بياخد وضع الصد، بينام على الارض على جنبه ياخد وضع الصد. تمام. بيصد الكرة وبعدين يستحوذ عليها، يرميها سواء المستحوذ او يديها لواحد من زمايله يرمي الكرة على المرمى الاخر. واضحة الطريقة شباب. هاي. الكرة لازم ترمى قبل الخطوط المتقطعة هذه، ترمى على الارض زي ما يقول كابتن الان قبل الخط. نعم. الجمهور عادي نشجع ولا لا؟ الجمهور اثناء اللعب حتى التليفونات تغلق. ايوه التليفونات على الصامت. ليش؟ لو جمهور فريق طلع صوت من الجوال بنالتي على الفريق. ايوه أي. هدوء. نمنع هدوء تام اثناء اللعب. هدوء إيش تام. السبب ايش السبب استاذي؟ لان اللعبه تعتمد على السمع. فهو لازم يسمع كويس الكوره، اي صوت بيعمل تشويش. طيب كابتن بعد الهدف، بعد الهدف الحاجة تشجع او تعمل اي حاجه بعد حلو ما يقول. حلو حلو. الحكم يقول كوايت بليز، كل الناس تسكت تماما واللعب يبدا الشغل. طيب كابتن محسن ممكن تعيد الشرح شوي لان الشباب طيب يقولون نبغى. هو اللاعبين واحد في الجناح هنا واحد جناح هنا. أيوة. واللاعب الوسط متقدم. متقدم يا فهد. متقدم هنا. ايوه وبعدين بترمى الكره، احد الفريقين بيرمي الكره، الثلاثه لاعبين الثانيين بياخدوا وضع الصد عشان يستحوذوا على الكره يصدوها. حلو. لما يستحوذ على الكره بيرمي مباشره على المرمى الاخر. الكره طبعا اللي بتعدي من الدفاع وتدخل هدف بتحتسب هدف. في رميات الجزاء قلنا لو الكرة عدت من الخط ده بعد الخط ده تعتبر رمية جزاء، بيصدها لاعب واحد. المرمى ده هذا كله بيقف فيه لاعب واحد ويرمى عليه الكرة. يا سلام يا سلام. طيب نبدأ بتجربة ولا نبدأ على طول؟ نبدأ على طول. حطها في الجون على طول. تجربة تجربة. يلا تجربة. سياني شوف يا شباب. يلا غطوا عيونكم. سكر عيونكم. غطي عيونك. سكر عيونك. بتاخد وضع الصد، تنام على جنبك، تقفل تنام على جنبك. ايوه. وافرد ذراعك، نام على جنبك تماما. أيوة. افرد ذراعينك، ذراعينك ذراعينك افردهم. مد فك 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 شباب فك. شوف خد وضع الصد احساني. حلو. شباب حلو. هنا هنا وضع صد هوب تمام. بحيث انك تقفل اكبر مساحه من المرمى. طبعا ده الوضع الطبيعي لو انت مش قادر تحدد مكان الكوره. لكن اللاعبين المحترفين المدربين. أيوة. بيقدر يحدد مكان الكوره ويتوجه للكوره مباشره ويصدها. يعني جماعتنا واضح انهم حيمسحوا. حيناموا بس حيناموا بس حيناموا بس. احنا دلوقتي هنعمل غمم الفريق ده. لا الثاني لعب خلاص. الفريق ده يغمم. يلا غطي عينك. يلا يلا شباب مرر بالراحه. غطي عيون. ارجع لورا شويه. طيب لا ثلاث ثلاثة. كوايت بليز. حكم حكم معنا. كوايت بليز. ممكن يعد لين ثلاثة الشباب بس. يعد ايش؟ عشان نبدا المباراة. طيب معلش. طيب. هو مش قانون قانون يعني. أي بس أي احنا صحيح. علشان الغلبة دول قاعدين يعني. يلا واحد اثنين ثلاثة بلاي. احلى صد ممتاز. قوم ارمي على طول في خلال 10 ثواني ترمي. جثة كتمة. ارمي. هاي بول. حلو حلو. هاي بول. الكرة نزلت بعد الخط. مفروض الكرة من ايدك تنزل على الارض مباشرة بعد الخط بهاي بول. رمية جزاء هنعتبرها دي بروفا الان. نفوت رمية الجزاء دي. يلا لازم تبقى على الارض قبل الخط كده. هو رماها بعيد شوية نزلت بعد الخط. يلا تاني. يعني ما اقدر اجيبها سقاطي. كوايت بليز. لا لا كوايت بليز. واذا جيت ارمي بلاي. جيت ارمي وقف. ايوه هدف. هو جيب الكوره جيب الكوره. يلا لما تيجي ترمي اقف وارمي. غمم غمم. يلا
Quiet, please. Play. High ball. ده حرج على الأرض مباشرة من إيدك قلنا. يلا. آخر الفرصة الثانية. خلاص الثالثة بنحسبها. Quiet, please. Play. أحلى. أحلى. المفروض شد عضلات بطنك، شد جسمك، شد عضلات بطنك تبقى جاهز. يلا يلا. جتها كتمة، جتها كتمة. العب. العب. Quiet, please. Quiet, please. Play. أحلى. الله ما تعديتوا هذا يا شباب. إيش؟ ما تعدينيش. يعني لازم. هدف. هدف. طلع الكورة، طلع الكورة. صديت. صديتها بس عدت منك. يم يم يم. هدف. هدف لصالح فريق جامعة الملك سعود. لما ارمي لا شيء يعني قبل اللزقة من ايدك. اه من ايدك على طول في الارض. بس تقدر من هنا هيك اقدر ارمي من هنا. لا من ورا، من ورا نزل الكره قبل الخط. اثنين لا شيء. جابت بس حلوه. يلا ياسر. كوايت بليز. كوايت بليز. بلاي. الله ولا كوره يا شباب. جول. شفنا التمرير، شفنا التمرير، الكوره بتضربها في الارض عشان يسمع. بلاي. هذا يا كلك. يلا وليد، 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 وليد بن صالح. عبد الرحمن. تبديل. فريق ايش؟ فريق ايش؟ فريق الموسم. فريق الموسم. تبديل. تبديل فريق الموسم. تبديل. انزل يا قاسم، انزل على الارض. كره في اللعب. احمد انزل. كوايت بليز. كوايت بليز. بلاي. طرق اذنك يا عيال. شوتوا تمام يا عيال. الله الله. وحش وحش. انحش. هاي بول. هاي بول. هاي بول. هاي بول. هاي بول. بنالتي. طلع كورة، طلع كورة. لا واحد فيكم هيرمي كورة، واحد هيرمي كورة وهو مغمم. يرمي ولا هيصد واحد بس. تعال يا محمد. احمد يسار. ارجع ورا. الان يا كابتن بلنتي. اه بلنتي. مين اللي هيرمي؟ يلا حكم حنغير وليد. طيب تغيير. ايوه. الان بلنتي على اساس الكرة اللي تو. بلنتي كيف يلعب؟ البنالتي. لاعب بيرمي، احد اللاعبين بيرمي كره، احد اللاعبين بيرمي كره، واللاعب لحاله بيصد في المرمى ده كله. تمام. الكره برضه نفس القانون، تنزل قبل الخط. ايه جاز يا احمد؟ اتحرك، اتحرك يا احمد. بلاي. يلا نزلها قبل الخط. بلاي. بلاي يلعب. يا الله. اخيرا. يا موسم. يا موسم. كوايت بليز. كوايت بليز. بلاي. هدف. هدف جماعة الملك سعود 4-1 الموسم. ايوه على الصوت. يلا على الصوت. ايوه 4-1. ها ولد ما معهوش عبد العزيز، ما معهوش ماسك. ورب الكعبه نجوم. ديو 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 ديو. بس هو علينا. يلا عزوز امسك دي، البس دي بسرعه. اي لا ايه تغيير، تغيير لحظه. على الخط يمديك تضرب على الارض عشان تجي فوق. ايوه تحرقها على الارض على طول. يلا يلا من ايدك في الارض. يلا بسم الله. كوايت بليز. كوايت بليز. حبيبي ربط عيونك. عندهم واحد اليوم ضعيف. لا لا عبد الرحمن نزل 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 نزل. راح. شرفتينا يا ام احمد. احلى. هدف. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله يا عيال لا تشيلونها. يلا عبد الله فهد على الصوت، اسمع على الصوت. في شوط شوطين. ها وليد. ايوه بس عاد بعد. كوايت بليز. هيا الطق. بلاي. يعني لا يجيبوا هدف يا عيال. قوه قوه. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي على الصوت هو. شوف تمرير الكره، شوف كيف ماشي على الصوت. قوه قوه. ساحب.
عبد الله فهد عندك عندك وليد هي من لحظه استحواذ الفريق على الكره له 10 ثواني عشان يلعب فيها الكره في اضافه قانونيه قانون يا وليد وليد كيف اضافه قانونيه عند الكابتن تفضل لحظه الصد الكره لك 10 ثواني تردها وتكون عدت خط النص توصل للفريق الاخر في خلال 10 ثواني يعني المفروض نعم لا 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 ماشيين مره مره ماسك مجرد انك تلمس الماسك بنالتي لو واحد اثناء اللعب لمس الماسك لو عنده مشكله في الماسك يتحرك بيرفع ايده يطلب الحكم الحكم بيخليه يلف ايده ظهر الملعب يظبط الماسك ويرجع تاني كويت بليز اضرب في الارض وليد عشان تسقطني اضرب نقط قوه ما شاء الله ما شاء الله هذا ممتاز بولوفر دي بولوفر كره لو اتصدت وارتدت عدت خط النص لحظه لا فاول وعدت خط النص من غير هو ما يستحوذ عليها ويرميها حقنا اثنين للفريق الاخر اسمها بولوفر عادي حليت نقطه او كره مرتده بالعربي يلا سعيد زوايا زوايا من الصفاره من الصفاره شوف رميه وليد حلوه من البلنتي عبد الرحمن في الارض بقوه والله بطل احلى صد ما شاء الله اوت هذا بطل عبد الرحمن شباب اضربه في الارض بقوه عشان تجي سجاره ابراهيم يلا بيرمون ها بلاي ثقيله يا شباب بسم الله الصوت ايوه ولي يا صح وليد احلى صحيح راحت لهم راحت بولوفر بولوفر كره احمد ابو ايش ده من هنا او كره مرتده كره مرتده خارج السيطره وراحت الفريق الاخر لو طلعت خارج الملعب تبقى اوت ويستحوذ عليها ويلعب تاني حلو طلعت بعد النص يبقى تنتقل الفريق الاخر كويت بليز صوت تركيز بلاي سلام عبد الرحمن احلى صد ممتاز خلاص خلاص بسرعه اوت 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 وراك عزوز علي عزوز عزوز اطلع شويه يلا ابراهيم كم النتيجه حكم معاه هو ماسك كوره اوف هنا كم النتيجه 4-1 4-1 يلا ارجع هاي ايوه عشان بيوصل لازمين ينادي عليه في الباص خد هندي نموذج ابراهيم مره لحساني وارجع لك تاني بيكلمه ينادي عليه عشان ينبهه ان هو الكره تجيله ويضربها في الارض في اتجاه زميله شوف بيناول زميله بنوريه نموذج كيف الباص ينادي على زميله منه ينبهه وفي نفس الوقت هو زميله يعرف مكانه فيوجه له الكره بس بيضربها في الارض عشان تعمل صوت وهي رايحه يستحوذ عليها ها ها رجع تاني يا سلام يلا كويت بليز بلاي احلى احلى ما شاء الله ما شاء الله هذا حريص ها بسم الله بلاي هدف 5-1 دي سكرو كرة ملفوفة برضو من ضمن المهارات كرة تكون ملفوفة تطلع ما تطلعش صوت كبير يا سلام كوايت بليز بلاي جابوها النشامة احلى دول حريصين ما شاء الله هاي بول هاي بول رمية جزاء شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة